رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا رسمو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رسمو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير والورد لكل أصدقائنا الحلوين وحلقة جديدة من برنامج استوديو أبطال وبداية أسبوع جديدة أكيد أسبوع حاسم بالنسبة للكثير من الأبطال الحلوين اللي قاعد يتابعونا الحين فترة امتحانات فنقول لكم إن شاء الله يا رب يوفقكم قبل أن ندردش أكثر عن موضوع الامتحانات نقول حق عبد الله مساء الخير مساء الخير يا مشاعل أيضا الأبطال الحلوين مساء الخير هذا أسبوع جديد وفترة الاختبارات باينة من خلال الشوارع يمكن أنا قاعد أشوف مر علي هذا الويكند أشوف الشوارع فاضية وحتى كنت في إحدى المجمعات في هذا الويكند وشفته فاضي صح. فاستغربت سألت إحدى المدرسات من أهلي قالت هي صدق في اختبارات قصيرة فالله يوفقكم إن شاء الله أتوقع مرحلة ثانوية بس أنتوا الجامعة لا خلصتوا أنتوا إيه صار في تبديل شوية أول مرة يصير في تبديل عموما إحنا قاعد نتكلم باسم الكويت وأيضا دول الخليج أتوقع في فترة اختبارات فنعيش الأجواء وياكم ولكن هم بعد بنعيش أجواء جديدة واللي هي الألعاب الجديدة طبعا مثل ما قلت عبد الله إن اليوم راح يكون عندنا ألعاب جديدة لكل الحلوين اللي قاعد يتابعونا إذا كنت حاب تلعب معنا ألعابنا الجديدة دز SMS من الحين عشان تشارك معنا واللي حاب إنه يتواصل معنا من خلال تويتر دزلنا على @abdal_الراي واللي حاب يتواصل معنا من خلال إنستغرام عبد الله راح ينزل صور أول بأول إن شاء الله راح يكون موجودين عندكم على @abdal_الراي هذا هو إنستغرام برنامج استوديو الأبطال صحيح مثل ما ذكرت مشاعل وقلنا من البداية هذه الألعاب انضافت إلى الألعاب اللي عندنا عندنا لعبتين اليوم جدد وإن شاء الله الأسبوع هذا راح ندش ويانا لعبة ثالثة هي خاصة في فقرة يعني اللعبة اللي جاية مو اليوم اللعبة اللي جاية راح تكون فقرة من فقرات برنامج استوديو الأبطال مثل ما كان في لعبة الصندوق في لعبة راح تكون نفس ستايل الصندوق اكتشف هي اكتشاف احنا نكتشف شنو داخل الصندوق ولكن هذه نكتشف صورة موجودة مخفية ويانا من عن طريق أرقام كل شيء بوقته حلو راح نقوله إن شاء الله بالحلقات الجاية ولكن احنا دائما في كل لعبة نلعبها من أيام قبل لازم يصير البداية عندي وعند مشاعر نسوي بروف عليها طريقة لعبتها وبعدها راح تلعبونها أنت والياي بين اتصالين نفس لعبة الحروف أو هي XO هالمرة لعبنا أو نكثر من ألعاب التحدي بين اتصالين عتريس هو يتحدى نفسه لعبة الذاكرة البازل واحد يتحدى نفسه الملاحظة واحد يتحدى نفسه أما لعبة سمارت لا بين اثنين خلينا نشوف لعبة سمارت بيني وبين مشاعر خلينا نشوف هيا لما بعد الحين ونلعبها وكل اللي راح يشاركون معنا خلي ركزون فهذه اللعبة هذه اللعبة هي مجسم كبير من لعبة صغيرة كنا نلعبها واللي هي عبارة عن دوائر في لونين لون الاتصال الأول الاتصال الأول اللي هو في الحرف ماله والاتصال الثاني هم الحرف الثاني فأي هي عبد الله أو هو عبد الله وأم أنا أي بشكل سريع عبد الله أي بشكل سريع لازم الاتصال يقول أبي يا من اللاينات A أو B أو C أو D أو E يختار بس اللاين لازم يكون ثلاث ألوان أي ورا بعض ورا بعض ثلاث دوائر ورا بعض هو المعروفة أربعة ثلاثة يا يعني يكون أفقي أو رأسي أو عن طريق إيش يسمونه هذا هاش لا ما أدري كروس مو ما أدري خط على الجنب كذي يا يمين يا يسار المهم المثال راح نلعبها الحين بداية أنا راح أقول سي راح أبلش من النص يلا سي عبد الله أنا أبي أي أنا أبي دي دي عبد الله أنا أبي أوه أنا أبي أوه عبد الله في الحالتين فايز يووي عبد الله أنا أبي إي وأنا أبي بي مو بس بالإكس أو عارف ألعبها حتى بهذه عارف ألعبها فاز عبد الله ثلاثة ورا بعض سهلة وبسيطة نقدر نفوز فيها من خلال هذه اللعبة مبروك الله يبارك فيك كالعادة كلها خسرانة بالألعاب ما سالفتي صدقوا لي هذه اللعبة الأولى راح تكون بين اتصالين مثل ما كانت في البداية معاي ومع مشاعر لازم تسوي لاين مكون من ثلاث دوائر مائل أفقي رأسي كيفك بس مو منا ورا بعض اللعبة الثانية اللي عندنا شنو هي اللعبة الثانية لعبة السيارات سباق السيارات راح يكون عبارة عن سيارتين مثلا عبد الله سيارة الأولى وأنا سيارة الثانية المتسابق الأول راح يسأل السؤال إذا جاوب صح راح تمشي السيارة خطوة قدام إذا جاوب غلط راح يظل واقف ويطلع صوت تن تن
اما المشترك الثاني اذا جاوب صح ايضا راح يتخطى عليه ثلاث اسئله، اللي يجاوب عليهم صح هو راح يكون فايز معنا، واللي يفوز قبل هو اللي فايز بعد. والاسئله هي عباره عن صح او خطا، يعني بس الاتصال أسئلة يقول بسيطه، اي بس يقول صح او خطا، هو سؤال صح او خطا، ترو اور فولس. خلينا نشوف اللعبه. الاشاره الحمراء يوقف معناته غلط، الاشاره الخضراء يقدم، لما يوصل لنهايه هو يعتبر نفسه فايز. هم بين اتصالين بدايه مشاهد. يلا انا متسابقه، لو اسالني عبد الله سؤال. السؤال الاول يقول سؤال سهل، يسمى صوت الحيه زعير، صح او خطا؟ زعير اصلا من اسمه زعير. لا خطا. نعم انا اجابتي صح، صح اجابتي. مشاعر راحت خطوه، الحين يصير عندي انت تساليني سؤال. السؤال يقول طبعا مو الاتصال راح يسالون بعض، لا احنا راح نسالهم عشان يعرفون. الدلافين من الحيوانات الثديه صح ولا غلط؟ الدلافين من الحيوانات الثديه غلط. غلط. اذا خسرت نوقف مكانك يعني مثل حق اللعبه. ايضا اسالني عبد الله. تتكون الاشاره الحمراء من اربع الوان، خطا، وهي من ثلاث الوان صح. مشاعل جدمت وقاعدة أيوة. خطوة واحدة. سأليني سؤال عبد الله، سؤالك يقول صح ولا خطأ؟ خطأ. أيوة جدموني يلا. يا سلام. الحين تسألني السؤال الأخير واحدة. مثلا إذا قلنا عاصمة البحرين المنامة، صح أم خطأ؟ صح. صح إجابة صحيحة. كذي مشاعل تعتبر فازت في اللعبة. طبعاً إحنا قاعد نسأل بعض لأنه ما في اتصال، ولكن المذيع هو اللي راح يسأل السؤال، والمتصل هو اللي راح يجاوب من خلال ثلاث أسئلة من أسئلة صح أو خطأ. صح. هذه ألعابنا مثل ما قلنا، اللي حاب يشارك معنا دز اس ام اس من الحين، مو تجون في آخر الحلقة تقولون ما لعبنا معاكم تزعلون منا، فإحنا ناطرين الحين اس ام اس عشان تلعبوا معنا وتشاركوا معنا في هذه الألعاب الجديدة، وإن شاء الله مثل ما قاعد عبد راح تنضم لنا أيضاً لعبة ثانية. صحيح، هذه لعبتين وايضا في عندنا لعبه ثالثه. نذكر ايضا كل الابطال الحلوين اللي حاب يتواصل ويانا من خلال عيد ميلاد، لان قاعد اشوف ما ادري ما في عيد ميلاد شهر واحد ولا لا، لان باب التواصل مفتوح من خلال برنامج استديو الابطال للاحتفال في عيد الميلاد. متى نحتفل؟ كل حلقه سبت احنا مخصصينها بالويكند، يعني نقول متى بالويكند، احنا الجمعه ما عندنا، فنقول كل خميس وكل سبت في برنامج استديو الابطال، ولو كان في حلقه الجمعه كان صارت ايضا يوم الجمعه الاحتفال بعيد الميلاد. اي بطل هذا سمعونا، اي بطل يبي يحتفل على طول ها بدون اي حجز على طول يتواصل ويانا علشان يحتفل بعيد ميلاده. صح، نقول كل عام وانتم بخير حق كل عيد ميلادهم هالايام. ويمكن عبد الله فتره الامتحانات هذه في شهر 12 و1 يمكن هي اللي قاعد تاثر، انه ما حد قادر يطلع، يعني تحس انك متوتر، حتى اللي ناطر نتيجته ما له خلق انه يطلع، صح ولا لا؟ يمكن عندكم انت فطومه بالبيت فتره اختبارات تخلي واحد بس قاعد بالبيت، حتى لو درس خلص بس يعني يتعايش الاجواء هذه. صح. يكون بالبيت مهدي بالبيت ما يطلع تركيزه، لانه ترى حتى ان الخروج هو ما نقول ما يطلع يطلع، بس الخروج الزايد برا البيت حتى لو انت دارس ومخلص الماده. صح. يشتت يضيع. صح. المعلومه. ويمكن حتى الاجواء عندنا الاجواء الشتويه تخلي الواحد يقعد بالبيت، يعني يدور الدفى، يعني يقول لك راح الحين اقوم وبرد، وترى درجه الحراره هاليومين وايد وارده، فاللي يطلع لازم يلبس عدل لان برا راح يصير ثلج، مو ثلج يعني ينزل، لا يعني برد. حلوين. مثل ما مشاعر قالت في ثلج راح ينزل. في بردي صار قبل اسبوعين، طيب بردي. صح. حمود انت بردان؟ لا. مو بردان؟ انزين. هذا محمد واحد من الحضور اللي موجود داخل الاستديو، ايضا راح نتعرف عليهم كلهم نعرفهم، ولكن راح ندردش وياهم بالفقره الثانيه، ولا ننسى ايضا راح نلعب مع بعض، راح يعني نركز على هاللعبتين هذيله اللي يدد في البرنامج علشان تكون سهل علينا في الايام الجايه من خلال الالعاب غير العابنا اللي احنا معتادين عليها في البرنامج. اكيد طرق المشاركه ذكرنا فيها كل اصدقائنا الحلوين، وتويتر موجود معانا في ابطال دزو، يمكن كومنتات من الحين، فان شاء الله نحاول اقراهم اول شيء، لان نعطي فرصه حق الأصدقاء يتواصلوا معنا من بداية الحلقة. في أيضا كومنتات جاية من أمس، يعني توني قبل شوي كنت قاعد أقرأ، فناطرين. وأيضا اللي حابين يتواصلون معنا من خلال انستغرام، وتنزل صورهم في انستغرام برنامج استوديو الأبطال، يقدرون يسوونها عن طريق شنو يسوونها؟ هاشتاج. إي هذه أنا ما لي سوالف في الانستغرام وشي. لا مو هاشتاج، منشن. إي ما أدري أنا ضيعت سفيان. منشن. اي سوي منشن واحنا ناخذ صوره ونحطها. يقدر يسوي منشن، بس ها في ملاحظه حلوه، لا حد يسوي منشن على مسابقه صوت حق هالصوره، ولازم تسوي لايك على هالصوره، احنا ما لنا دخل في هذا الموضوع. من بعد بريك راح نلعب مع بعض ويا الاتصالات.
رجعنا لكم أصدقائي الحلوين، وراح نبلش الحين تعرف على الأبطال اللي موجودين معنا داخل الاستديو، وإذا حابين يغنون ويوجهون تحياتهم أكيد هنخليهم يغنون ويوجهون تحياتهم. راح نبلش مع عبد الله. صحيح، راح نتعرف على الأبطال اللي عندنا، الشباب اللي ما شاء الله قاعد نشوف ويوهم باستمرار. ولكن قبل أطلع أو قبل أتعرف على الأبطال، قبل أطلع حق الفاصل قلت أنا إحنا ما لنا دخل، واختلفوا العلماء خلف الكاميرات على أن هل هذه إيه هي بدلية أو أنا شنو قصدي في الموضوع. عبد الله إيش فيك أنت قلتها ما ندخل؟ أنا أتغشمر والأبطال يعرفون أن مرات أقولها بطريقة كذي، هي إحنا نقول بس العلماء اختلفوا يا أخي العالم محمد يعني، فأنا قصدي شيء أقولها ما ندخل، إحنا ما لنا شغل على أي مسابقة تكون في الإنستغرام، بس للتنويه علشان الناس لا يفهمونا غلط. يلا ننتقل حق الأبطال اللي على اليمين ونتعرف عليهم. أول واحد اسمك؟ قول اسمك الكامل. جاسم ماجد. إيه؟ جاسم منصور. شلونك يا جاسم؟ الحمد لله. احنا دائما نحيي الابطال اللي يجونا بشكل مستمر، بس بعد فتره تلقيه طخون كذي ها، فانتوا ان شاء الله ما راح تقاطعونا ان شاء الله. قول لي يا جاسم سويت بالويكند كل صراحه. قعدت لعب. ايه قول لي يعني وين تروح، هل طلعتك كان فيها هدف معين يعني سويته وخلاص، ولا بس تروح تتمشى؟ لا اطلع كله ويا ربعي ديسكفري. وين تروحون؟ سكاي ديسكفري. ديسكفري اوكي حلو، مول جميل واحنا دائما نصور فيه، ممتاز. يلا نصفق له. كان شوف صديقكم جايبين واحد جديد اليوم ها. يلا نتعرف عليك. احمد ابراهيم الحسينان. ونع فيك يا احمد. احمد انت اول مره تي؟ إيه؟ ها هم ترى شباب فيهم ما ادري ايش قاعد يسوون، اخوان كل يومين يبون واحد جديد ما ادري ليش. في ديل بينك وبينهم يعني يتفقون على شيء؟ لا ما في. زي قول يا احمد شنو سويت بالويكند؟ ما رحت مزرعه. بس رحت المزرعه؟ مزرعه منو؟ يدي. الله يحفظها ان شاء الله. شنو فيها المزرعه؟ باقي كذي باقي. زين فيها يعني طبعا اكيد الزرع موجود وانواع الخضار موجود، بس فيها تكرم حيوانات؟ نعم حيوانات فيها يعني. لا والله ما فيها حيوانات، بس خرفان. ارنب. ارنب ما في؟ ارنب خروف. خروفي في خروف. ايه زين في طيور؟ حمام. عندكم محميه؟ محميه حمام. يدك هو يا ربي حمام. شويته ولا ما شويته هناك؟ لا الحين اجواء الشوي حلوه بالشتاء، الناس وايد تشوي بالمخيمات وعلى البحر لان الفحم يدفي، بنفس الوقت نشوي ونتعشى مع بعض حلوين. يلا نصفق له. ما نشوف انه تطلعون يا بعض بالويكند ولا لا؟ شلونك؟ الحمد لله. تطلعوا يا جاسم بالويكند ولا ما تطلع؟ كل مره اطلع. كل مره تطلعوا يا ها؟ هم رحتوا تمشيتوا ويا بعض؟ اي بس رحنا ديسكفر وبعدين رحنا البر. امس راح البر. امس رحت البر انت وجاسم ما راح؟ بلى. شلون قال ما يبطاري البر؟ عاد امس انا كنت بالبر، انت وين قطعه؟ احنا هناك البر كل مليانين كل دقيقه بس هناك شباب. يعني انت قصدك ان انت تشوف ان الناس يقحصون بالبقيات هو جنون. لا سيارات حتى سيارات تقحص صارت. ايوه انت 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 يعني قلت انه هم ميانين، احنا نقول يعني هم جنون، ان هذا شيء مو واحد عقلاني انه يقحص ويخرب على الناس ويعرض حياته للخطر صح. اهم شيء انه احنا ما نسوي كذي اوكي. وفي حالات شاذة صح ولا لا؟ صح. بتقول شيء ثاني؟ ممكن اغني. اغني. بتغني؟ يلا تفضل. ما ادري الى ما يا حبيبي الى ما خذت زعلي اللي على وجهك يوم مدري انا وقلبي غدنا يتامى من صوبينا شي ترى كنت انا مظلوم ومن كنت انا غلطان سامحني يا زعلان من كنت انا غلطان سامحني يا زعلان من كنت انا. رفعت المايك عندك عجيبه مايكل جاكسون حلو. يلا ننتقل للفريق الثاني اللي موجود معنا وصديقتنا الحلوة فطومة. شلونك فطومة؟ تمام. وين رحتي بالويكند فطومة؟ خميس زوارة واليوم مع زوارة. قضيتيها زوارة عند الأهل بس أمس كان عيد ميلاد بنت خالتي. قول لك كل عام وهي بخير. استأنست احتفلتي وجبتوا لها كيكة؟ إي كل عام وهي بألف خير يا رب ينعاد عليها بالصحة والعافية. زين قولي لي فطومة بتغنين وتجين تحياتك؟
بوجه تحياتي. يلا قولي تحياتي. بوجه تحياتي حق امي وابوي وحقك انت عبد الله. شكرا. وحق دانا خالد لولو. أيه. وحق انوار العجمي، حق سبيتشا، عواطف، وفاتن، وبثينة. بس حبيبتي تحيه كبيره حق كل البنات الحلوين ذكرتي اسمائهم. سوقوا حق فطومه، سوقوا يا شباب. انت ايش ما تصفق اول واحد؟ ليش ما تصفق؟ صفق. ليش ما تبي تصفق لها؟ ما تحب تصفق؟ تحس بالإحراج؟ أبتيني ساعتي ما أحب أصفق. لا أمانة ليش بعرف؟ عطوا المايك، عطوا الميكروفون. ليش ما تصفق؟ ما أحب. ما تحب تصفق؟ ما يصير إذا ما صفقت. لا هم صفقوا لك لما كان دورك. ما أحب أصفق. ليش ما تحب تصفق؟ كلش كلش؟ لما بالمدرسة ما تصفق شو حمود يقول لك صفق صفق. ما أبي. ما تصفق؟ يعني عناد؟ ما أبي. خلاص مرتين تعرف عليك ما خليهم يصفقوا لك. ما أبي صفق. ما أبي. ما أحب. ما تحب تصفق؟ كلش؟ أخوك يصفق بالبيت؟ لا. زين صفر. يلا يعطيك العافية، لا تصفق مو مشكلة، مو يصفقوا حق روحهم. يلا صفقوا حق فطومة مرة ثانية حيل حيل، صفقوا لها صفقوا لها. عطنا عطني ما كذا صفقوا لها تستاهل. صفق عبد الله يلا كلها صفق. تستاهل فطومة. ننتقل لثاني بنوتة حلوة موجودة معنا وأيضا صديقة حلوة، شو اسمك؟ دلال. دلولة عاشت لسامية دلولة، دلولة كم عمرك؟ 4 سنوات. انزين دلولة تتوجين تحياتك، تبي تغنين والوحدة؟ ما تبي تغنين؟ لا. وين رحتي بالإجازة؟ وين طلعتي؟ طلعت. قعدتي بالبيت تنطرين برامج سديات عشان تين؟ حلوة انت، يلا صفقوا حق هذه البنوتة الحلوة حيل. إلا عارف انت ليش ما تصفق. آخر بطل صديقنا أيضا حمودي، شلونك حمودي؟ زين. حمودي وين طلعت بالويكند؟ ألعاب. لما شو عصبية؟ ألعاب. ما طلعت؟ ألعاب. ألعاب. حط الميكروفون. ألعاب. ألعاب رحت استأنست؟ حبيبي عسى دوم إن شاء الله، زين قولي بتغني؟ قهوة. رحت القهوة؟ إيه. أوكي. زين حمودي. تغني؟ كوفي كوفي كافي. إيه. كوفي. إيه. إيه اسمه كافي، بالعربي اسمه قهوة. إذا أنت بتغني؟ لا. تتوجه تحياتك؟ إيه. حق منو؟ أمي، أبوي. إيه. خالاتي. إيه. بس. حبيبي تحية كبيرة لك يا حمودي، تحية كبيرة حق أسرتك الكريمة، صفقة حق حمودي، صفقة كبيرة، يستاهل حمودي. حبيبي حمودي. خلصنا هالفريق الحلو اللي موجود معنا. أنت وين رحت الويكند؟ وعي صح انت فاهمني، تعال خلني يعني انا خركز. انت وين رحت؟ قول لها قول لها انت وين رحت بالويكند؟ انا بقول لكم خبرت. لا 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 مش ما تقدر تقول. ها قول انت وين رحت بالويكند؟ انت وين رحت؟ اي انا رحت ويا صديقه البرنامج زهوره، كانت موجوده عندنا، طلعنا انا معاها، رحنا احدى من الجمعات التجاريه ولعبنا واستانسنا، بعد رجعنا وامس مرضت بس الشر ما يكفى ما طلعت مكان. انت وين رحت بالويكند؟ جاوبت محمد دام خلاص. يلا صفق حق حمود وشكرا شعول. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا، من معاي؟ مها. مها شلونك؟ والله الحمد لله. شو الاخبار؟ والله الحمد لله احنا بخير. شلون اخبارك مشاعر؟ الحمد لله بخير حبيبه قلبي. أحبك مساعة حبيبتي، تحبك العافية يا عمري. مها صح صحة، يلا خليتهم صح صحة عشان راح تلعبين. الاتصال الثاني منهم؟ مشاركة. هلا تلعبين مع مشاعل؟ أوكي خلاص. عندها مشاركة. عندها مشاركة. آسف. عندي يا شوقي عندي كل ما في وسط قلبي، عندي يا شوقي عندي كل ما في وسط قلبي، والحب الحب كله والوفا لك يما، والحب الحب كله والوفا لك يا يما، الجنة تحت الأقدام وحنا يا يما خدام، الجنة تحت الأقدام وحنا يا يما خدام، والحب الحب كله والوفا لك يما، والحب الحب كله والوفا لك يما، يما هاتي بينك هذه بوسه لعيني، يما هاتي بينك هذه بوسه لعيني،
والحب الحب كله والوفا لك يما والحب الحب كله والوفا لك يما. الله جميل جميل هالكلام يا مها. مشكورة صديقتنا يعطيك العافية على الكلام الجميل وعلى هذه المشاركة الحلوة، بس كنا حابين تلعبين ما عليه انتقلت اللعبة حق اللي بعدها. يلا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو 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 السلام عليكم. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ هند. هند عاشت لسام. يا هند شخبارك؟ الحمد لله. شلونك شعولة؟ زين الحمد لله حبيبة قلبي. هند جاهزة تلعبين معنا؟ أنا ما أبي ألعب بس أوجه تحياتي. يلا قولي تحياتك حبيبي. طبعا أوجه تحياتي حق عبود. شكرا. حق شعول. شكرا حبيبة قلبي. وأكبر تحية حق خالي أبو مبارك. إيه. شعولة وشيوخة. إيه. مبارك. وبيون. إيه. أختي بيون. إيه. وبسون. وأروى ولنا. إيه. وبس. وحابة أشكركم على البرنامج الحلو. حبيبتي شكرا على اتصالك وتواصلك الأكثر من رائع يا هند وأختك بيان. ومع ألف سلام حبيبة قلبي. يلا احنا دائما اول هذين ناخذهم من الفقره الاولى ان اللي ما يبي يلعب، بس على حظنا خذيناهم من الفقره الثانيه. ناخذ اتصال ثالث. حصه لازم تلعبين. الو حصه. الو الو شارك يا حصه. الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ زين الحمد لله. يلا راح نلعب عاد حصه. ها واذا عندك مشاركه بعد اللعبه ايش رايك؟ ايه يلا مع عنود. عنود الو. الو هلا يا عنود شلونك؟ زين الحمد لله. عنود انت راح تلعبين مع حصه. اوكي اوكي راح نلعب مع بعض لعبه سمارت اللي هي اللاين نفس ما لعبتها انا مشاعل. شفتوها؟ ايه. يلا خلينا نشوف اول شيء الصوره، صوره اللعبه بالبدايه. حصه انت الاصفر وعنود الاحمر. اوكي بنات. اوكي يلا تختارون اللاينات يا اي او بي او سي او دي او اي. يلا اول شيء حصه تفضلي. حرف الاي. حرف الاي نزل واحده حق حرف حق حصة حرف الـ A. يلا عنود حرف الـ C. C ركزة وثلاثة تفوز. ها اللي تجيب ثلاثة يم بعض تفوز. يلا حرف الـ E. حرف الـ E. عنود حرف الـ A. حرف الـ A. حصة حرف الـ A. حرف الـ A بعد. عنود حرف الدي. وياكم لما انت ترسول لي اياها لازم احد يفوز. يلا حصه حرف الاي. حرف الاي اها زين. عنود حرف البي. حرف البي خلصت مع عنود مع تركيز بسيط كان من حصه. شكرا لك عنود. الجائزه عندك حصه ما على المرات الجايه. حصه انت عندك مشاركه ولا لا؟ لا. شكرا لكم انتم الثنتين يعطيكم العافيه. اذا كانت سريعه اللعبه مثل ما انا توقعت، قلت هذه بعدين راح تصير صعبه شوي شوي راح تصير صعبه. صح. خلينا ناخذ اتصال اخر معنا ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صوت بعيد. منو معاي؟ الو وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. منو معاي؟ شيخه من اليمن. شيخه عاشت الاسامي يا شيخه شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت كيف حالك؟ الحمد لله بخير حبيبة قلبي. شيخة صوتك بعيد، يمكن انت حاطة سبيكر؟ لا صوتك بعيد حبيبي. تلعبين معنا؟ لا عندي مشاركة. يلا قولي مشاركتك حبيبتي. ابي اقول لكم كل عام بخير وانت بخير. وانت بخير قلبكم فيك بالخاطر وجعلتكم كل المخاطر حبيبتي. وعندي اهداف على كل صديقة من صديقات البرنامج. قولي. تحية من بقيت من الصداقة والأخاء، تحية معطرة بالأخلاق والوفاء، تحية لا تخلو من الرزق والشكلان والعطاء، تحية ستبقى مني بقيت كما كنت قريبة أو بعيدة، عبرة أو قائبة، كأن هذه بقاء ورد ورود بلا سنين، مربوطة بألوان الحب، بص منها عبر المحبين والمخصين الحافية، والدائمين على سلام الله، بكم فقط، تحية أبعثها إلى أخواتي وعزيزاتي بالحب القلوب التي لا يفهمها إلا المحبين. تحية أبعثها إليكم أبو أسلت الذاتة مع رجالة النسيم العليل. تحية أبعثها إليكم
مع قطرات الندر في قش الباب، مع كل زهرة بيضاء مسحار في حبة جميلة، تحية لك تحمل الخطوط الجوية ولك تحمل الغضب الأفية. شكرا. عفوا حبيبتي يا شيوخة، شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا، وتحية كبيرة لكل أصدقائنا من اليمن اللي دائما يتابعونا ويتواصلون معنا، ومع ألف سلامة يا شيوخة، وإن شاء الله على طول نسمع صوتك الحلو. بعد شيوخة ألو. ألو عبد حصه. حصه عبد الله. عبد الله ولا حصه؟ بس لو لو لو, لو تقولون ألو أعرف أنا إذا عبد الله ولا حصه، بس قولوا ألو. ألو عبد الله. نعم عبد الله. نعم شلونك؟ زين. ايش فيك هذا ناديك؟ ايش دعوه العبود؟ يلا عبد الله راح تلعب مع اتصال ثاني. اوكي اوكي يلا اتصال ثاني. لولوه. الو يا لولوه. الو شلونك لولوه؟ زينه. راح تلعبون السيارات انتوا الاثنين، السؤال صح او غلط. اوكي زين. ثلاث اسئله بثلاث اسئله. العبود جاهز؟ ايه. حصة جاهزة؟ لولوة. نعم. لولوة جاهزة؟ ايه. يلا انطلقوا. يلا أول شيء عندنا عبد الله. عبد الله صح أو خطأ؟ السلحفاة من الحيوانات التي ليس لها أسنان، صح ولا خطأ؟ خطأ. خطأ مع أن المعلومة انقالت وايد وموجودة في الكتب. إجابة خاطئة يا العبد. ننتقل حق لولوة. لولوة. نعم. الضفدع يعتبر من الحيوانات البرمائية، صح أو خطأ؟ صح. صح. إذن لولوة أول واحدة مشت سيدة. العبد. عبد الله. نعم. ركز. يعتبر الموز من أنواع الخضروات، صح أو خطأ؟ صح. صح. الموز. لا طبعاً. غلط. الموز من انواع الفواكه مو الخضار. العبد عندك تاخيرين. ننتقل حق لولوه. لولوه تنتج بعض او تنتج بعض النباتات ثمارا تؤكل، هالعباره صح ولا خطا؟ او هالمعلومه صح ولا خطا؟ تنتج بعض النباتات ثمارا تؤكل. صح. صح والله برافو، اجابه صحيحه. بقى العبد اخر سؤال وانت وايد متاخر. العبد السؤال يقول قارة آسيا هي أكبر قارات بالعالم أو أكبر قارات العالم. صح. صح. خطوة واحدة قدام إجابة صحيحة. عبد آخر سؤال حق لولوة، والسؤال يقول تقع ماليزيا في شبه الجزيرة العربية، صح أو خطأ؟ خطأ. خطأ. إجابة صحيحة. لولوة أنت بالسيف سايد، وأنت اللي ربحت يا لولوة. صدق حق لولوة ما عليه العبد، غلطتين أخرتك وايد عن الربح. طبعا نقول ألف مبروك حق لولو الحلوة، وتستاهل الجائزة، وناخذ بعد اتصالات أكيد ومشاركات كثيرة، لكن مو الحين، من بعد هالبريك. صفق وياكم بعد الفاصل في المغرب الثالثة في برنامج استديو الأبطال. خلينا نشوف مع بعض قصة من قصص كليلة ودمنا، وبعدها نرجع نلعب مع بعض. We'll be right back.
الليلة يا مولاي الملك دبشليم العظيم سأقص عليك حكاية المؤامرة التي دبرها الذئب والثعلب للقضاء على أسد الغابة والتخلص منه بتاتا. مؤامرة على الأسد؟ إن الأسد عادل وحكيم، فلماذا المؤامرة؟ بالفعل يا مولاي، وهو يؤمن دائما أنه ليس من حق الكبير أن يأكل الصغير، وليس من حق القوي أن يظلم الضعيف. وهذا هو الحق والعدل بعينه يا بيدبا. نعم، ولكن الغابة يا مولاي مليئة بالحيوانات، منهم الأشرار ومنهم الأخيار، فهل هذا القانون يرضي كل سكان الغابة؟ بالطبع لا يا فيلسوف، فالأشرار دائما يجنحون للظلم والبطش. وهذا ما حدث بالفعل من الذئب والثعلب، فقد كانوا دائما يسعون لتحقيق أطماعهم الشخصية غير مبالين بمصالح الآخرين، وفي يوم من الأيام جلسا يدبران أمرهم. ماذا سنفعل يا صديقي الثعلب في هذا الأمر؟ إن الأسد استطاع أن يقيد حريتنا، لقد حرمنا من أن نجعل لأنفسنا مملكة نربي فيها ما نشاء، وحرمنا أيضا من أن نصطاد ما نريد. صدقت يا صديقي، ولا أرى حلا لهذا إلا إذا قضينا على هذا الأسد المتغطرس، ولكن كيف؟ وجدتها! ما الذي وجدته؟ تعال معي وسأقول لك في الطريق عما سندبره معا. سيدي النمر المفترس، لقد قررنا أنا والثعلب أن يكون سيد النمر سيد الغابة بلا منازع. نعم، ليحمينا من حكم الأسد المتغطرس الذي يمنعنا من صيد الطيور والحيوانات. إن في شريعة الغابة أن يكون الحكم للأقوى والأشرس، وكلنا يعلم أن النمر المفترس هو الأكثر قوة والأسرع حركة. لذلك فقد اخترناك زعيما علينا أيها النمر الجبار، ونحن نرى أنك ستكون عادلا ورحيما ولن تمنعنا من صيد ما نريد. شكرا لكم على هذه الثقة، ولكن قبل كل شيء لابد من محاربة الأسد والتغلب عليه. ونحن معك دائما، وسنمضي حيث تمضي، وسنؤازرك في حربك ضد الأسد. إذن هيا بنا إلى الأسد. هذا هو الوحش الجسور، هذا هو نمر النمور، هذا هو الوحش الجسور، هذا هو نمر النمور، سيد الوحوش والطيور. أيها الأسد المتعال، اخلع الغابة في الحال، إنه الوحش الجسور. أخواني، أخواتي، لقد جمعتكم هنا بصفتي سيد الغابة لأقدم لكم النصح والرأي السديد حتى نعيش معا في أمن وسلام. وهل هناك شيء أجمل وأعظم من الأمن والسلام يا سيدي؟ هذا ما نتمناه. إن كل ما أتمناه من الدنيا أن أعيش في سلام بين أصدقاء أمناء لا يعرفون الغدر ولا يعرفون الخيانة. اطمئن يا شطربة، وأنا سأسهر على حمايتك على الدوام. ماذا أرى؟ النمر المفترس قادم علينا ومعه الثعلب والذئب. نعم رأيته،
والشر يتطاير من عينيه ويبدو أنه يدبر لخطر ما. إني أرحب بقدومه، فإن كان يضمر لنا الشر حقا أعطيته درسا لن ينساه مدى الحياة. اسمعني أيها الأسد الضعيف، لقد قررت أن أعزلك من هذا المكان، فاخرج من هنا فورا وإلا قتلتك. أتوينك أتحكم علي في عريني؟ إذا تعال هنا ستنال جزاء. هل أصابك مكروه يا سيدي الأسد؟ جروح بسيطة، وشكرا لك أيها الفيل المخلص. سلامتك يا سيدي الأسد، فلولا أن حمله الفيل وألقاه في النهر لكنت مزقت جسده بأسناني وقطعته إربا إربا. اسكت أيها المنافق الكذوب، لقد رأيتك تشجع النمر المفترس في الهجوم على الأسد، ولولا أني نطحتك بقروني لكنت نلت غايتك من الأسد. هل تفهم كلامي؟ لولا أن الفيل قد أنهى المعركة لكنت أمسكت به بأسناني وظللت أضرب به الأرض لينال جزاءه هذا الملعون. شكرا لك أيها الجمل الطيب الوفي، وأنا سعيد أن تكون أنت وأمثالك المخلصون من رعاياي. أما أنا فلم أشترك في هذه المعركة لأنني أعرف قوة الأسد الجبار وأعرف أنه لا يحتاج لمساعدة. كفى كلاما يا معشر الحيوانات والوحوش، فإن الأسد يحتاج الآن إلى علاج سريع يشفي كل جروحه. سأحضر لكم طبيب الغابة في الحال، سأذهب فورا. ماذا جرى في هذه الدنيا؟ الجمل صديق للأسد؟ يا سبحان الله، ولكن صبرا أيها الجمل وسترى. رجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد ما شفنا هذه الحلقة من دنيا الغابة، ويمكن قصة جميلة فيها حكمة رائعة. خلنا نكمل حين اتصالاتنا وألعابنا وناخذ هالاتصال نقول ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ خلود. خلود، عاشت لسامية خلود. خلود تلعبين؟ ايه. يلا مع بعض نشوف لعبتك على الشاشة. يلا لعبة البازل، شوف الصورة الحلوة هذه حق الرسوم الكرتونية الجميلة. توم اند جيري. يلا. كم للأجزاء؟ خلود دي أربعة. صح. بعد F3. صح. بعد C6. شنو؟ C9. F8. شنو؟ F8 و A1. برافو برافو برافو، شطورة يا خلود. شكرا يا خلود على اتصالك وتواصلك معنا. حاضر، قولي تحياتك. أوجه تحياتي حق ايه، واشكيت مع البرنامج الحلوه حبيبتي. شكرا يا خلود، شكرا على اتصالك وتواصلك معنا، ومع الف سلامه حبيبه قلبي. راح نكمل حلقتنا مع كل اصدقائنا الحلوين. بس شو عندنا الحين؟ مثل ما خذينا مشاركات الاتصالات وايضا خذينا مشاركات الابطال داخل الاستوديو، هناك مشاركات لازم ناخذها بالفقره الثالثه، واللي تواصلوني انا من خلال التويتر من بعد البريك.
صفك تكفى صفك صفوا كلكم يلا صفوا صفوا. رجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد البريك. راح نبلش الحين نقرأ الكومنتات الموجودة عندنا في تويتر. طبعا أول قبل أقرأ راح أقول لكم شكرا على كل كلام طيب اللي تكتبونه عني وعن عبد الله. بداية شكرا. السلام عليكم شعول حياة سلامات وما تشوفين شر. راح بوجه تحياتي روح الكرار وبثينة وفاطمة رشود ورهف. هذا من نور من البحرين. طبعا نسلم عليك شوف الثومة. احنا بعد نسلم على نور من البحرين. اهلين منورين اوجه تحياتي لروح الكرار وعايشة وهمسة خجل وكل صديقاتي بالتوفيق للمنتخب العماني اليوم. اميرة ورد بدا كاس الخليج صح؟ في البحرين اليوم صح اليوم ايه ايه في مباراة بس في مباراة واحدة بس ثنتين كنا سمعت ثنتين ثنتين ايه ثنتين والله صادق صار لي فترة ما ادري عن الكرة قاطع. اول مباراة منو؟ قطر وعمان الافتتاح لنا اوكي. والمباراه الثانيه؟ المباراه الثانيه بحرين. قرب المايك قرب المايك. المباراه بحرين الامارات البحر اكيد يعني انت موثوق فيك كم مباريات اكيد بحرين في مباريات. محمد محمد اذا تبي نروح نشجع منتخب الكويت ترى البحرين قريبه نقدر نروح بالسياره. لا والله وان شاء الله باذن الله اذا الكويت يابوا مركز وعدونا بلعب يعني الواحد يستاهل انه هو منتخب الكويت يستاهل ولكن اذا سوى شيء بهالبطوله راح والله راح اروح يعني انا ولا مره رحت البحرين بس راح اروح. شلون راح تروح؟ اروح مباراه. انت راح تكون موجود؟ شنو؟ ان شاء الله نهائي كاس الخليج ما راح تكون موجود. مو نهائي هو لانه هي صدقين الحسبه غلط ما طلعت معك يا عبد الله. مريم عاشقه ورد السلام عليكم. بداية الأسبوع مع أغلى ناس عبودوا شعولة معاكم مريم من السعودية. تحية كبيرة ليش حبيبتي. سلاماتي روح شعولة ما تشوف شر الله يشفيك يا رب وكل مريض تراني مأمن اللهم آمين. ربي رجوتك مساء تسعد به من أحب محبتكم نوني السعودية. شكرا يا نوني السعودية. شعولة والله ما طلعت شمس ولا غابت إلا ذكرك متروس بنفاسي من بتول. شكرا بتول حبيبة قلبي. مشاعر أحب أمي عواطف الله يخلي لك إياها يا رب. أيضا مريم عاشقة ورد هذه قريناها. سلام شعولة عبود منورين وأحلى تحية لكل رفيجاتي. ايضا عندنا مصادق الاحساس الى جوهر الماس عزك بدون قياسي احلى من على الارض داس احبك موت من سلمى الشريف بنت السودان تحيه كبيره لها. ايضا مساء الخير منورين بليز سمعوني انت عيد ميلاد رفيشتي هلا الروقي لان عيد ميلادها يوم الاثنين وحبيت اهنيها قبل الزحمه من رحوبه. هذه حق رفيشتك حبيبتي صدقوا يعني عيد ميلاد يعني شنو يسوي واحد يسوي يعني يفوز يعني. يلا نكمل كومنتات موجودة معانا. أهلين المورين وجدت حتى يروح الكرار هذا قريناها قبل شوي. أيضا عندنا تبدو الحياة أكثر جمالا عندما نتابع مذيع قلبه أبيض وجهه بشوش الكل يحبه. تحياتي له من محبتك زهراء. شكرا زهراء مشكورة وايد ما قصرتي على الكلام الحلو. زيد أزحق عبد الله أنت تقول شكرا حمودي. حمودي أنا ويا واحد حمود صح. حبيبي حبيبي حمود مساع يتنهد في أحد مزعل يقول آه يا رب. أختي. أختك مزعلتك؟ صد؟ لا أختك لا تحبك وايد. يلا خلينا نكمل. مساء الخير وجهة حياتي الخواتي مرام وجوجو وميمي وأقول لكم الله وفقكم والله يهني الرأي بمذيعين هالجميلين اللي مذكركم. Thank you. أيضا شعولة أنت مبدع بكل ما تعنيه كلمة محبة الرأي. شكرا حبيبة قلبي على الكلام. أيضا السلام عليكم شحالكم منورين دائما الإنستغرام يستوي. دائما الانستغرام يستوي نرسل صور انتم تعرضونها ولا بس بالتويتر. تحياتي لكم من جروب عشاق عبود. منور دائما الانستغرام يستوي نرسل يعني يصير نرسل يعني يصير ترسلون لا يستوي يستوي يعني ها جاهز حق الاكل ولا لا يستوي يعني يصير بالاماراتي يصير تسوي لنا منشن صح اي تسوي لنا منشن واحنا ناخذ صوره يعني عبد الله ياخذ الصوره ويحطها الانستغرام عند عبد الله وتويتر عند مشاعل. والله ما عندي والله اثنيناتهم عند عبد الله اثنينهم مو عندي. لا عندك. يا صدق عبد الله يلا هو طبعا انا خل اقول لكم شغله اوكي يمكن التحكم من عندي ولكن انا قاعد انفذ اي يعني انفذ مثلا مو قانون احنا نقول يعني انفذ بس قواعد حق الانستغرام وتويتر ما اقدر انفذ على راحتي ما اقدر احط الصور اللي ابيها لا في قواعد حق البرنامج انا صح. بس اللي قاعد انفذ هذه القواعد من ناحيه عرض الصور او من ناحيه التويتات في تويتر البرنامج. ناخذ اتصال. الو الو يا هلا من معاي مانع. مانع شلونك؟ بخير الله يعافيك. شو اخبار يا مانع؟ طيب الله يسلمك. مانع راح تلعب معه؟ ايه دواس تذكر مسلسل هذا يلا وايد حلو الحياه لك انا مانع خلينا نلعب معه. الو الو يا من معاي وصايف
الو شلونك؟ الحمد لله تمام. يلا راح تلعبين مع مانع، اوكي؟ اوكي يلا خلينا نشوف اللعبه، لعبه سمارت. مانع تعرف اللعبه؟ وصايف تعرفين اللعبه؟ يلا مانع انت ام اختار من اي ولا بي ولا سي ولا دي ولا اي. اي مانع اي. وصايف سي. سي دير بالكم ثلاثة ورا بعض يفوز. يلا مانع دي. دي دي ولا بي؟ دي. اوكي وصايف سي. سي مانع ركز. سي سي مانع سي. اي دير بالك كانت تفوز اسهل طريقة. وصايف دي. شنو؟ دي؟ دي دي. اوكي مانع سي. سي 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 بيفولون السي. وصايف اي. اي ما حد خذ بالاي لاين فاضي. سي انت سي مانع؟ اي سي. والله فاز. حلو يا مانع صدعك مانع. انا مركز تحت مانع. الف مبروك. هلا منو معك؟ منو؟ وصايف؟ الو وصايف انت إيه؟ تفضلي قولي. ابي اغني. بتغنين؟ ايه يلا اوكي. قولوا امين 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 يا الهدار امين ما يصفى نرى امين ولا يغيب قمرها امين تلا في قدرها امين تبقى حره كل عمرها. قولوا امين. قول امين امين. يلا شكرا صفقوا حق وصايف. شكرا على الاغنيه ما عليه. حلو خلاص ما دام وصايف غنت يبا يلا الجائزه عند وصايف وعند مانع. شكرا لكم. نرجع حق التويتر. يلا بنكمل الحين قراءه الكومنتات. بس ابي اقول حق بسومه اول مره ترسل لنا في تويتر. بسومه مساء السعاده شعور عبود من الاولين الغاليه من الاعلى يا رب. احلى تحيه لكم لكل اخواتي صديقات البرنامج واشتقت لشعوله من بسومه. تحيه كبيره لك حبيبه قلبي بسومه. ايضا بكمل الحين الكومنتات الموجوده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا نوره ولبنى الدخيل من السعوديه نحبكم كثير يا مشاعر عبد الله. اتمنى توجهون تحياتي لجوجو وشاهد. تحيه كبيره لكم. لو كان دمع العين يكسبني رضاك بكيت لاجل ارضيك وتعب عيني. سلامت عيونك. اهداء لاحلى مذيع عبودي من عاشقه عيال مال الله. شكرا وسلامت عيونك وما تشوفين شر ان شاء الله. لا تكتبين هالكلام اللي زعل دائما خلكم مستانسين. تفائلوا بالخير تجدوه. احلى تحيه لاخوي عبد الله والى مقدمه البرنامج. اسمي مشاعل اختكم سكينه من السعوديه. لا مشاعل معروفه فاهم يعني هي يعني هي بالشكل ايه قاعد اعرفها عليه. محمد تتوقع شنو السالفه هذه؟ شنو وين بتروح بعد ما تخلص الحلقه؟ البيت. روح البيت. يلا روح. لا تروح القهوة لا. لا روح البيت أحسن. أوكي يلا ناخذ بعد كم ليت. يلا مساء الخير مساعل. هذا كرني بتليفوني. تليفوني ما يكتب ولا حرف صح. لازم يكتب غير ما أدري. إيه هذا السين ويا الشين هذا بالبلاك بيري بس مشكلة. إيه هذا المشكلة مالته. أيضا مشاعل أختي أنوار تاكل بطاط بالعافية. إحنا يواعة نحب نروح ناكل. إحنا بعد ترى نقدر ناكل بطاط. تقولي لها لازم تقولي لها شيء. شنو؟ شو يجيبونا؟ يجيبون إحنا الحين ناكل. يلا حابة أود تحياتي لك يا عبود والشعلول وصحباتي وفرشات الكويت متابعي بتويتر. أنا همس محبة في نشطة. تحية كبيرة لك حبيبتي. أيضا سلام أوجه تحياتي لشعلول وعبود وأقول سلم مصقر وموسى. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهواء. بدلا من بتول. تحية كبيرة لك يا بتول. أيضا منورين حبايبي. تحياتي إلى بنت خالتي أسماء في الكويت والبنت أختي ندوش ومريم. تحياتي لك عبد الله مشاعل عزوز ابن البصرة. تحية كبيرة لك يا عزوز يا ابن البصرة. شكرا. أيضا السلام عليكم لأحلى مذيعين في الراي. فديتكم على راسي والله. إن شاء الله الفوز عماني اليوم. الله يوفق إن شاء الله يا رب جميع الفرق المشاركة. إن شاء الله. شكلك عجيب وانت تلف. مرحبا مشاعل عبد الله شلونكم؟ إن شاء الله بخير. أنا من زمان متابعة البرنامج ممكن أكون صديقة لكم. أكيد حبيبة قلبي ممكن تكونين صديقة لنا. أيضا الكلام في ظهر الخوي عيب والمدايح في وجهه ما هي وفاء. تبغى تزود الطيب طيب تكلم في الوجه وامدح بالقفاء. اي والله صح لساني اللي دالتها عجبني الحكي. ها حلوه ما نعدوس عبد الله. انت فله من عتريسيه. شكرا عتريسيه صديقتنا عتريسيه بعد ما شاء الله عليها. ها شنو
فيت. شوف شوف الكومنت يعني كم لفتك عبد الله. ما شاء الله تخيل. شوف تكنولوجيا ما شاء الله. توني لاف توني ما مداني. يلا عبد الله ما الله شكل حلو منوني. ايضا السلام عليكم شلونكم عبد الله لفون اتكلم. السلام عليكم شلونكم تحياتي لحمود منور ورهف العنزي الف مبروك حصول على المركز الاول في مسابقه الموسيقى من نور من الامارات. تحيه كبيره لكم اكيد حبايب قلبي. ابلي شعول عرض صوره بنت اختي خلينا نشوف تبطل ان شاء الله واعرض لكم الصوره. مو واضحه مو واضحه الصوره حبيبتي تنزل لنا صوره ثانيه. ايضا مساء الورد يا احلى مذيعين ما شاء الله عبود طالع شيك اليوم اتمنى تسمعون اغنيه راشد الماجد شيك يعني يعني كشخي عندنا الكويت شيك شيك فلامينغو شنو يعني محمد شنو يعني انا ترى محمد شوفوا اكثر واحد متفاعل ويانا ترى على فكره انتوا ليش ساكتين شنو يعني شيك واحد ما يقول لك انت شيك قوي يعني شنو شيك يعني انت شيك يعني انت اليوم لبسك شيك حلو حلو صح حلو حلو صح يعني شيك يا محمود شيك الحلو حلو والله عسل عسل هالولد الله يحميه. اذا سلام شعوله وعبود منورين وجهت تحياتي حق امي وابوي كل رفيجاتي وحق عبود وشعوله شكرا جزيلا. ايضا هذه صوره ماء في الجبل من بلدي من البرنس الحضرمي جميله جدا بس كاهي الصوره بس نشوفها بشكل سريع بس هذه هي الصوره عجبتك حلوه شفناها تاتش وايد في الكاميرا ماكلة دياي بخصمات قبل لا مو داني مو داني هاي داني تعبث بالايباد قبل الهواء اكمل يلا اسمي نودي وقول اتمنى تقرون رسالتي بليز احبكم مايد. طبعا تحيه كبيره لك هلا ايش اخباركم عبد الله حبيت اصحح لكم المعلومه البحرين البحرين ضد عمان وقطر ضد الامارات بالتوفيق لمنتخبنا البحريني. معلوماتك مضروبه. يلا فديتكم منورين وجهت تحياتي حقكم حق كل رفيجاتي وحق شوجي تحيه كبيره لشوجي امل وامان وتهاني نحبكم عبود وشعوله احنا نحبكم بعد. شوف في سؤال ندز بتويتر يمكن مليون مره شعوله تعرفين مريم الهاجري اقول لهم ما اعرف يعني لو اعرف البنوت اسمها مريم الهاجري كان قلت لكم بس ما اعرف لانه وايد انت تعرف شو تعرف. السلام انا ميوت من الكويت ابي اشكركم على هذا البرنامج عبود شكلك وايد حلو اليوم. الله يسلمكم مشكورين انتم عيونكم الحلوه شكرا. ايضا عندنا سلام عليكم ممكن تقولون هالاسامي ساره عبد الله العجمي فالح عبد الله العجمي ريم عبد الله العجمي وين راح احبكم وايد احنا بعد احبكم وايد حبايبي. ايضا عندنا ايش اخباركم هذا قلنا قبل شوي مرحبا اخباركم ان شاء الله تمام عبود قول على راسي على راسي والله كلكم على راسي بس ها يسلم راسك بس بس يلا شكرا. اذا خذينا كميه جميله من التويتر وايضا خذينا الاتصالات هذه لعبتين نضافوا من خلال البرنامج مع الوقت ان شاء الله راح يصير في تحدي اكبر لان شوي احنا مو متعودين عليها. نشوفكم باكر بحلقه جايه باكر في حلقه ايضا ان شاء الله في هناك ضيوف في برنامج استوديو الأبطال بحلقة باكر تابعونا. مع السلامة. مع السلامة. رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت.